سيداتي سادتي ضيوفنا الكرام، يسعدني أن أرحب بكم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويشرفني أن أرحب بضيفنا ومحدثنا اليوم الأستاذ محمد حسنين هيكل. التي شهدت عبر أكثر من 80 سنة نخبة مميزة من المتحدثين، وشهدت مناسبات تاريخية عديدة. إننا من خلال مكتب العلاقات العامة نحيي من جديد هذا العام سلسلة المحاضرات باللغة العربية جنبا إلى جنب مع سلسلة محاضراتنا المعتادة باللغة الإنجليزية. وبالمناسبة أحب أشكر كل زميلاتي في مكتب العلاقات العامة على شغلهم وروحهم، روح الفريق الجميلة وشغلهم المتميز، فبشكرهم جميعا. الأستاذ هيكل ليس غريبا على الجامعة الأمريكية، فلقد سبق أن شرفنا من قبل، وكان آخر لقاء له هنا في افتتاح نموذج الأمم المتحدة منذ عامين. وله ايضا مواقف كثيره تاريخيه مع الجامعه الامريكيه، ووعد اتمنى يعني انه ان شاء الله يحدثنا عن هذا التاريخ في يوم ما في وقت لاحق ان شاء الله. ولقد اختار الاستاذ هيكل عنوان كلمته اليوم: المستقبل اليوم. وهذا عنوان مناسب جدا لجامعتنا، حيث اننا نتعامل مع المستقبل. فالجامعه مؤسسه تعليميه تعد الشباب للمستقبل ليكونوا قادة فعالين في بناء المجتمع. وفي هذه الظروف الراهنة والعصيبة، ورغم أن الشباب دائما ما يكون متفائلا ومتطلعا إلى المستقبل المشرق، لكن القلق والتوتر والحيرة يغلب عليهم الآن، والمستقبل علامة استفهام لكثير منهم ومنا. يصيبنا خيبة أمل عندما ننظر حولنا ونرى عالم مليء بالصراعات والقهر والظلم. ولذلك اننا متشوقون للاستماع للاستاذ هيكل، ونشكره لانه سيشركنا في تصوره للمستقبل. وقبل ان نبدا المحاضره، اود ان نطلب من الساده الحضور اغلاق الموبايلات لو سمحتوا. والفت نظركم ان بعد الكلمه سوف يرد الاستاذ هيكل على بعض الاسئله، وأرجو لمن يريد أن يسأل أن يتقدم لإحدى الميكروفونات، سيكون ناحيتي وناحيتي، وينتظر دوره لو سمح. وأرجو أن تكون أسئلة قصيرة ومحددة، وليس تعليقات أو محاضرات أخرى يعني. وأود أيضاً أن أخبركم أن قناة دريم للتلفزيون تسجل الندوة كاملة، وسوف تذاع بأكملها في وقت لاحق كده انت غدا الساعة 9 مساء، غدا الساعة 9 مساء. سيداتي سادتي، يصعب علي جدا تقديم الأستاذ هيكل لأنه طبعا غني عن التعريف، وهذا واضح من الحضور اليوم. وفكرت وقلت نفسي ألاقي كلمة واحدة توصف الأستاذ هيكل، فوجدت الحقيقة للأسف يعني إنها كلمة بالإنجليزي، كلمة سيج باللغة الإنجليزية. أنا تهيألي إن دي تصفه أحسن وصف. وتعريف سيج باللغة العربية هو رجل فيلسوف متعمق في الفلسفة، رجل قد نضج فكره وحكمه على الأمور، رجل عاقل يتأنى في الحكم من خلال خبرته الطويلة. سيداتي سادتي، أقدم لكم الأستاذ محمد حسنين هيكل. شديد الأسف لأنه يبدو المحضر قاعد لأنه حاط لي ميكروفونات، وبالتالي لكن في بيت شعر للنواس بيقول مع الأسف الشديد هتعمله يعني، بيقول: كل من يبكي على الطلب الباس واقفا ما ضر لو كان جالسا. فانا قاعد. حضرات السيدات والساده،
إنني سعيد إذ أجد نفسي الليلة وسط هذه الصحبة الكريمة المهتمة بالشأن العام والحريصة على متابعة الحوار فيه، وسعيد أيضا أنني أتكلم في هذه القاعة التي سمعت على مدار تاريخها صوت الحوار مفتوحا دون قيد، وسعيد أخيرا أن ذلك يجري في رحاب هذه الجامعة التي قامت وما زالت تقوم بدور تعليمي وتنويري أضاف إلى العقل العربي وما زال يدوم. وحديثي الليلة حول موضوع حسبته لازما وغرضي منه إلقاء نظرة فاحصة ومتأملة على أحوال مصر قبل نهاية هذه السنة بالذات، فتلك كما قيل وتكرر بإلحاح طوال شهورها ذكرى مرور نصف قرن على ثورة 1952. وقيمة أي مناسبة من هذا المستوى أنها تفكير بما جرى بالأمس، وتفكير فيما يجري اليوم، واستشراف لغد مأمول ومرتجل. وربما تفضل البعض ولاحظ أنني على شدة ما اقتربت من ثورة يوليو ومن قائدها تعبعدت عامداً عن مناسبة الفكرة، ولم أشارك بفعل أو بقول في احتفالاتها لسببين، أولهما ذاتي والثاني موضوعي. السبب الذاتي أن ذلك الاحتفال بالطريقة التي جرى بها كان هوائياً صاخباً ومسرحياً، وفيما بدا لي فقد كان الاحتفال الذي امتد عاماً كاملاً بأكمله كما قيل مناسبات لا أظن أن أي منها ترك علامة أو استنهض همة أو رسم خطاً يومئ إلى أفق أو يدل على طريق. والسبب الموضوعي أن الاحتفال جرى محاولة للتوفيق والتزويق، خلطت السياق وتعسفت مع المراحل حتى بلغت حداً شديداً الوضع ليس على التاريخ فحسب، وإنما على العقل وعلى الوعي وبالتالي على المستقبل وعلى الضرورات التي تستدعي النظر إليه ودراسته والاستعداد لرحلته. ولقد كان يمكن بمناسبة الفكرة أن تضع أمام الشعب والأمة خريطة تكشف وترشد، لكنها لسوء الحظ وضعت أمامه ألبوم صور لا منطق فيه ولا معنى. كانت الصور لأربعة رجال رتبت مواقعهم متصلة ببعضها متتالية واحدة بعد الأخرى، وفي وضع الصور إيحاء بأن الجميع عائلة متماسكة وعصرا ممتدا وسياقا متصل فسقا، وبالتالي فهم في الهوية رؤية واحدة وفي المرجعية سند واحد، ثم أنهم في النتيجة فرعية متصلة. وظني أن ذلك هو صحيح، ولست هنا في مجال إصدار حكم أختار به أو أنحاز، مع أن ذلك إنساني، وإنما مطلبي الآن مجرد الملاحظة والتحديد والتمييز، لأنه في القواعد الأساسية للحساب لا يدمج مع غير المتشابه. وحقيقة الأمر بدون مقارنة أو مفاضلة أو تقييم أننا أمام أربعة صور حول كل منهم إطار يحدد ويفصل، والألبوم من أوله لآخره ناطق بأن تلك الخمسين سنة لم تكن عمراً تدفق طبيعياً مرحلة بعد مرحلة، وإنما هي بكل الشواهد عصورة متعددة اختلفت وتناقضت وفي بعض الأحيان تصادمت، ورتبت على هذه الأحوال نتائج أبرزها تباين رؤى للهوية وتباين نظر للمرجعية وبالتالي تباين أسس في الشرعية. وقد تكون تلك طبيعة ظروف تبدلت أو طبيعة نفوس تغيرت في وطن خرج طبق مقولة عالم اجتماع الحشر ماكس فيبر من مرحلة الإطار الأبوي التقليدي الشرعي إلى شرعية مرحلة الانتقال وفيها دور الرجل الواحد، سواء كان ذلك الرجل زعيما شعبيا أو خلفا له من أقرانه أو من جهاز الدولة المسؤول عن تسيير الأمور، وذلك تقدير فرانسيس فوكوياما وهو عالم اجتماع آخر معاصر. مع العلم وتلك مرة أخرى عودة إلى ماكس فيبر
ان كل المرحلتين التقليديه الابويه ومرحله الرجل الواحد وما بعدها تمهد للنموذج الارقى للشرعيه وهو الشرعيه الدستوريه القانونيه. وقد كان يمكن وقد كان ذلك هو الهدف الذي كافح الشعب المصري وغيره من شعوب الامه العربيه لبلوغه، وما زال مؤمنين انه حق الوطن وكرامته ودرس التاريخ وعبرته. وكان هناك شكل لهذا النموذج للشرعيه قبل الثوره، لكن نتائج التجربه تكشف انه ظل استعاره للمظهر دون الجوهر، لان الشرعيه الدستوريه والقانونيه تتاتى وتترسخ نتيجه تطور اقتصادي وسياسي وثقافي يتجلى معه نوع من النمو المجتمعي يعطي للشعوب والامم فرصة للحوار تتكافأ فيه المواقع، ومن ثم تتوازن المصالح وتتوافق الأهداف. وللإنصاف، فإنه في بلدان مستعمرة أو محتلة، وهو ما كان عليه الحال في كل البلاد العربية إلى بداية الخمسينات من القرن العشرين، فإن الكلام عن الشرعية الدستورية والقانونية يجيء حلما متخطيا للواقع، لأن الاستعمار والاحتلال الأجنبي كلاهما مانع من الشرعية. والممكن الوحيد في مثل تلك الظروف هو ملء الفراغ بنوع من نصوص القانون تفرضه القوة الغالبة، وحكم الحياة في مواجهته ظهور نوع من مشروعية المقاومة يعبر عن إصرار يتحدى الواقع المفروض ويجاهر الانتصار عليه. ومن قبل الثورة وبعدها وحتى الآن، فليس من باب التجاوز أن يقال أن ما عاشه العالم العربي ظل محصورا في نوعين من الشرعيه او اطارين من الشرعيه ينتظران ثالثهما وفق مقوله ماكس ويبر. عرف العالم العربي تجربه الشرعيه الابويه التقليديه قبليه او عائليه، وهي ما زالت حاكمه حتى الان في بعض اوطان الامه، تسمي نفسها ملكيات او سلطنات او مشيخات او اوساطا من هذا القبيل. وعرف العالم العربي تجربة شرعية الانتقام يبرز فيها دور الرجل الواحد زعيما شعبيا أو خلفا له نادته الظروف من أقرانه أو من غيره. وفي التجربة المصرية وربما في غيرها، فإن تكرار دور الرجل الواحد أربع مرات لا يعني وجود وحدة في النسب أو اتصال بالسياق أو مصدر مستمر لدى الشعب. كان اللواء محمد نجيب أول هؤلاء الرجال الأربعة في التجربة المصرية، وكان يمثل شرعية التغيير من الملكية إلى الجمهورية، ومواصفاته أنه الرجل الذي لقي إجماع ضباط الجيش في انتخابات ناديهم آخر ديسمبر 1951، وكانت تمهد له طلعة تقابل الناس بقسمات رجل ناضج متهلل بابتسامة تحمل رسالة طمأنينة تبشر بأن التغيير الذي هبت رياحه فجر 23 يوليو 52 آمن ومعقول. وفي ظروف ذلك التغيير، فإن الرجل قام بدوره كاملا، على أن المشكلة التي واجهته في النهاية أن اعتبارات التغيير وملابساته كانت مختلفة عن دواعي التغيير وأحكامه. وفيما بين هذا الاختلاف بين قدوم التغيير وبين ضغط مطالبه وقع مأزق الصورة الأولى، وكذلك رفعت من مكانها دون فرصة لها تحدد هوية أو تؤكد مرجعية أو تؤسس شرعية. وكان جمال عبد الناصر هو الرجل الذي يمثل دواعي التغيير ومطالبه، ومعه يصح القول بأن الشرعية الثورية ليوليو بدأت. وأرجح التقدير أن الشرعية الثورية ليوليو لم تكن نظرية معروفة أو خطة متكاملة، ولعلها كانت أقرب إلى تعبير متجدد عن المشروع الوطني القومي الذي ينادي مصر في عصور نهضتها، وقد ناداها أكثر من مرة عبر القرون، وحتى قبل أن تتحدد بوضوح تلك المعالم السياسية المتفق عليها كيان وطني أو رابطة قومية أو شريعة حقوق أساسية يحكمها دستور وقانون وغير ذلك من القيم التي طرحتها وعمقتها الثورات الكبرى في التاريخ الإنساني. وفي تعبيرها المتجدد وفي زمانه، فإن شرعية الثورية اليوليو
حولت التوصيف والتحديد، وهنا فإنها أمام قضية هوية عرضت نفسها كما هي طبيعة أي حياة إنسانية في عدد من الملاح مانح. هذه مشكلة التكنولوجيا. فإنها عرضت نفسها في عدد من الملامح متعددة ومنسجمة في نفس الوقت. ملمح هوية المصري يتصور وطناً يحقق استقلاله ويخطط لتنمية شاملة توفر أرضية تتقدم لتقدم يواكب العصر ولعدد اجتماعي تتكافأ فيه الفرص بقدر ما يتسع نطاق العمل الوطني. وملمح هوية قومي يتصور انتماءه إلى أمة تفاعلت في محيطها عوامل الجغرافيا المختصرة والتاريخ المتواصل ومعهما عوامل الثقافة المستندة إلى لغة واحدة، إلى جانب تأثير التشريع المعتمد لأكثر من 14 قرناً على مصدر رئيسي تمثله سلطة خلافة متماسكة أو معترة في شظايا تسمي نفسها دولاً أو إمارات أو حتى خديوية. وملمح هوية إنسانية مستقل مفتوح لتعاون حر تتسع دوائره عربية إسلامية آسيوية وإفريقية. وهذا التعاون حريص في كافة الأحوال أن يكون استقلاله موصولا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. وهنا كانت مرجعية يونيو استطرادا منطقيا لهذه الملامح المتعددة والمنسجمة لهويتنا. فهذه المرجعية على التراب الوطني كفاحا لبلوغ الاستقلال ينهي بقايا الاحتلال العسكري والسيطرة الإمبراطورية ويصفي مواقع الاستغلال الأجنبي اقتصادية ومالية. وهذه المرجعية في العمل الداخلي خططا للتنمية أساسها التصنيع والتعليم وجهدا في تحقيق العدل الاجتماعي يقوم في الزراعة على إعادة توزيع الأرض وتدعيم الملكية بالتعاون وفي الصناعة على الملكية العامة كما كان الحال في معظم بلدان العالم المتقدم بالذات في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ويتزامن مع التنمية الشاملة طموح المشاركة السياسية يبحث عن وسائل تمكن من المساهمة فيها. وهذه المرجعية في المجال القومي دعوة إلى وحدة الهدف ووحدة العمل ووحدة الأمن باعتقاد أن حق الأمة أكبر من سلطة أي نظام يحكم في وطن من أوطانها. وهذه المرجعية في المجال الخارجي يدا ممدودة إلى العالم القريب والبعيد من تأسيس حركة التحرر الآسيوي الإفريقي في بندوم والقاهرة إلى تأسيس تجمع الدول غير المنحازة في بلغراد ودلهي والقاهرة إلى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية من الدار البيضاء وأديس أبابا إلى القاهرة. وذلك طويل طريق طويل ومضن في طلب السلام مع العدل يصاحبه استعداد في أي وقت لحمل السلاح ورد الدول. ومن هذه الملامح تشكلت هوية يونيو وتحددت مرجعيتها وتأسست شرعيتها. لكن شرعية يونيو واجهت مأزقها الأكبر سنة 67 لأن ما وقع في يونيو من تلك السنة مع الاعتراف بطلوع قوى خارجية فيه في تدبيره وتنفيذه أدى إلى شرخ خطير بحكم أن أي نظام لا يستطيع حماية ترابه الوطني مهدد في مبرر وجوده وانكشاف شرعيته. وكان يمكن لشرخ سنة 1967 أن يتحول إلى كسر لولا أن جماهير الشعب المصري وجماهير الأمة العربية خرجت يوم 19 يونيو تفرض إرادة المقاومة فرضا وتصر على مواصلة القتال على أن ذلك الخروج لم يكن شفاء وإنما كان معالجة موقوتة تمنح لحساب مهمة محددة هي مهمة إزالة أثار العدوان وبعدها يكون لكل حادث حديث كما يقال. وكانت الأمة فيما تصرفت به أصيلة وحكيمة وعلى نحو صادق مع الناس. فإنه لا يصح لأحد نسيان أن شرعية يونيو أصيبت يوم 5 يونيو 67 ثم أن هذه الشرعية جرى تكبير شرخها للتمكين من مهمة مؤقتة ولمدة محددة.
وكان جمال عبد الناصر نفسه أول من فهم الحقيقة واستوعب معناها وتصرف وفق إملائها، سواء حين أعلن قراره بالتنحي مساء 9 يوليو أو حين عاد عنه ظهر يوم 10 يوليو تحت ضغوط شعبية مصرية وعربية وعالمية. وأظن أن الطرف الذي يستطيع أن يؤدي القسم ويتكلم بيقين، فقد كنت شاهد وحيدا حاضرا عاش مع جمال عبد الناصر داخل غرفة مكتبه طول نهار 9 يوليو وكل صباح 10 يوليو، ورأى بنفسه وتابع، وأكثر من ذلك كانت لديه فرصة وشرف أن يساعد في صياغة 3 وثائق رئيسية عبرت عن الحقيقة ودرسها. وهذه الوثائق الثلاثة هي خطاب التنحي مساء 9 يوليو، والرسالة إلى مجلس الأمة بالعودة عنه ظهر 10 يوليو 67، وفيما بعد تعزيزا وتوثيقا للحقيقة ودرسها بيان 30 مارس 1963. وفي هذه الوثائق الثلاثة ونصوصها مشهورة تحدث جمال عبد الناصر عما جرى بأمانة وتحمل مسؤوليته بشرف وقبل مقتضياتها مقتنعا. وفي خطابه إلى مجلس الأمة ظهر يوم 10 يوليو 67 فإن جمال عبد الناصر قال بالحرف: إنني مقتنع بالأسباب التي بنيت عليها قراري بالتنحي عن السلطة. وفي نفس الوقت فإن صوت الجماهير بالنسبة لي أمرا لا يرد، ولذلك فقد استقر رأيي على أن أظل في موقعي حتى تنتهي الفترة التي نتمكن فيها جميعا من إزالة أثر عدوان، على أن يعود الأمر بعد هذه الفترة للشعب. كان ذلك ما قال، وأعرف بيقين أنه كان صادقا فيه، بل أزعم أنني أعرف كيف كان ترتيبه لما بعد إزالة أثر عدوان. وباختصار على الأقل في هذه المناسبة، فقد كان مصمما على أنه بعد تحقيق هذا الهدف ومعه استكمال بناء السد العالي رغم ضغوط حرب الاستنزاف، أنه لا بد أن تقوم في مصر شرعية من نوع مختلف. وكان حسابا أن الشعب بموقفه في تحمل المسؤولية والقبول بتبعات استمرار المقاومة أثبت أن طاقته تجاوزت شرعية الثورة وشرعية قيادتها معه، ومع أنه اعتبر ذلك في جزء منه نجاحاً يحسب لها، فإنه في نفس اللحظة أدرك أن دوره قارب نهايته، وأن عليه بعد إزالة أثر العدوان أن ينسحب من الصورة تاركاً الأمة والتاريخ معاً لحركة التقدم الطبيعي، وتاركاً سجله الكامل لأجيال قادمة تحقق فيه وتدقق وتوازن وتحكم على تجربته في مجملها مبدأً وتنفيذاً فكراً وفعلاً آفاق العصر. وعندما جاء أنور السادات على طريق جمال عبد الناصر كما قال بنفسه، فإنه ظل يواصل العمل داخل تلك الشرعية المؤقتة المرهونة بمهمة محددة هي إزالة أثر العدوان. وقد تحمل أنور السادات مسؤوليته في ظروف بالغة الصعوبة والحرج، وكانت شرعية ما بقي من أصلها أو ما أضيف إليها مؤقتاً قاعدته ظهر يوم 6 أكتوبر 73 حين أصدر قرار الحرب. وعندما تحقق ذلك العبور الجسور وتمكنت الجيوش العربية لمصر وسوريا يدعمها تحالف عربي ودولي واسع من إحراز ذلك النجاح المشكوك بعد ظهر يوم 6 أكتوبر، فإن شرعية يوم ما بقي منها من الأصل وما أضيف إليه أدت مهمتها بشهادة ما رآه وزير الخارجية الولايات المتحدة هنري كيسنجر وسجله على لسانه في محاضر محادثاته السرية مع قادة إسرائيل. وهذه المحاضر منشورة بنصوصها ضمن وثائق زمنها، وفيها قوله لقادة إسرائيل وبينهم ظل مهير وبوشيريان ورجال أمنون أن العرب أحرزوا نصراً استراتيجياً يعطيهم حق أن يطلبوا وأن يحصلوا على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من كل الأرض العربية المحتلة بعد 4 يوليو 67، كما أنه ليس أمام إسرائيل غير ترتيب نفسها على هذه الحقيقة والانصياع لها. والشاهد أنه من طبيعة الأشياء والبشر
أن كل رجل لا يكفيه أن يكون تكملة لصفحة، وإنما طموحه الإنساني أن يبدأ من رأس صفحة. فإذا كان معه إنجاز على مستوى أكتوبر 73، إذا فإن الرئيس السادات كانت لديه بالفعل إمكانية وأهلية لفتح صفحة من أولها على شرعية جديدة. وقد مضى الرئيس السادات يؤسس لهذه الشرعية الجديدة برؤية مختلفة للهوية ومصدر مغاير للمرجعية. كانت الهوية في رؤيته مصرية، وكانت المرجعية في تقديره توجها إلى نوع من الرأسمالية عرف باسم الانفتاح. وجاءت بعد ذلك، وهو منطق الأشياء، نقلة في السياحة السياسية الداخلية من تنظيم واحد لما سمي التحالف هو الشعب العام إلى إنشاء ثلاثة منابر مختلفة سميت يمينا ويسارا ووسطا. وفي نفس الوقت كانت مرجعية السياسة الخارجية للشرعية الجديدة ما رآه الرئيس السادات صحبة مع المتقدمين عن طريق علاقة خاصة بالولايات المتحدة تتبعها إمكانية صلح مع إسرائيل يبدأ منفردا بقضى الأمر ويلحق به الآخرون حين يريدون أو حين يقدرون. وهنا كان مأزق شرعية أكتوبر، لأن ما وصلت إليه في رؤية هوية وفي ساد المرجعية لم يكن متسقا مع الواقع في شرعية أكتوبر. وأوله أن الرئيس السادات توصل إلى قرار الحرب بعد أكثر من 3 سنوات في رئاسته، وعندما يئس من إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالمساعدة على بلوغ حل عادل لأزمة الشرق الأوسط ولم يحقق مطلبه رغم كل ما حاول بسبب الانحياز الأمريكي لإسرائيل. وحين وصل الرجل إلى لحظة الحسم فإنه تحمل مسؤولية الحرب، وكذلك جاء قراره الشجاع بقبول المخاطرة. ثم حدث أن الرئيس السادات وعندما توقف إطلاق النار اعتبر أن 99% من أوراق حل أزمة الشرق الأوسط في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وبدا ذلك للوهلة الأولى مفاجئة. فإذا أضيف إليه أن حرب أكتوبر كانت عملا مشتركا مع سوريا وتحالفا عربيا أوسع، ثم أنها كانت بالكامل سلاحا سوفيتيا، فقد وقع تناقض بين النتائج والمقدمات. وزاد على ذلك في شأن المرجعية تناقض آخر، وأدام أن القطاع المصري العام، قطاع العام المصري وهو قاعدة التنمية التي قام بها الشعب المصري في ذلك الوقت، كان الركيزة الاقتصادية التي تحملت تكاليف وأعباء إنجاز أكتوبر. لكنه عندما جاءت شرعية أكتوبر تعيد حساب مرجعياتها، فإن الذين مشوا على شجاعة على جسور العبور في أكتوبر لم يكونوا هم الذين نالوا جوائز النصر. ثم كان أن شرعية أكتوبر أصابها بدورها شرخ خطير يوم 18 و19 يناير 77 فيما عرف بمظاهرات الطعام، ذلك أنه حين يعجز أي نظام عن إقناع شعبه بوسائل السياسة وهو صاحب المبادرة فيها، وبوسائل الإعلام وهي رهن إشارته، وبوسائل البوليس وهي تصدع بأمره، ثم يضطر لاستعاء القوات المسلحة في مواجهة جماهير تطالب بحقها في الخبز بعد تضحياتها بالدم، فإن شرعية هذا النظام تصاب بضربة شديدة. والراجع أن الرئيس السادات رغم أنه أطلق على هذه المظاهرات وصف انتفاضة الحرمين كان يملك من الذكاء ما جعله يستشعر الحقيقة في ضميره حتى وإن أنكرها على لسانه. وقد فكر بكل جهده في ترميم شرعية عهده، وتوصل إلى أنه يستطيع ببعض السلام أن يستعيد حلم الرخاء، وكان ذلك في الغالب دافعه إلى مبادرته الشهيرة بزيارة القدس بعد 8 شهور من نفس سنة 1927. وأمله أن هذا الاختراق الصاروخي كفيل بأن يكسر آخر حاجز بينه وبين الولايات المتحدة وأن أمريكا المتقدمة بما يضع في حساباتها وسياساتها على قدم المساواة مع إسرائيل. ومن سوء الحظ أن الذين لم يتركوا للرئيس السادات غير خيار الحرب تركوه وحيداً في خيار السلام، وكذلك استحكم المأزق. ومن المفارقات المحزنة أن ذكرى تأسيس شرعية أكتوبر أصبحت سنة 1981 يومها،
ومع ذلك فإن أحداث ذلك الحريف الغرب من زمن أنور السادات بما فيها تلك النهاية الحزينة لحياته والشعيع أكتوبر لا يصح أن تكون وحدها حساب تاريخي، فقصة كل رجل كتاباً كاملاً وليس فصلاً واحداً من الكتاب حتى وإن كان هذا الكتاب قروة المساحة. كانت الصورة الرابعة لرجل شاء آخر شاء تقديم نفسه بطريقة لا تلحقه بما فكر، وعندما سئل كان حريصاً كان حرصه على التذكير باسمه كاملاً ثلاثياً محمد حسني مبارك لكي ينبه مبكراً إلى أنه ليس خلفاً لسلف من يوليو أو من أكتوبر. كان ذلك الحرص من جانبه تأكيداً مضافاً لمنطق أن مرحلة الانتقال تنسب تبعية الرجل الواحد إلى قيمة منجزاته، والحاصل أن تلك الصورة الرابعة في مرحلة الرجل الواحد بدأ واستمرت وعداً وعهداً بالتقدم نحو الشرعية الدستورية والقانونية. وربما أن التطورات والمتغيرات في الوطن وفي العالم وفي الإقليم عوقت وعطلت وتسببت في تأخير يمكن فهم دواعيه بين دواعي أن الصورة الرابعة انتقلت إلى موقع الصدارة من خلال عاصفة نار ودم تسبب فيها صدام بين النظام وبين عناصر تعصب ديني يتصور على أحسن فروض من حقه أن يسوق الناس إلى الفردوس بتصويب السلاح إلى صدورهم أو ظهورهم. بين الدواعي أن ذلك الانتقال جرى في أجواء دولية ملبدة بغبار آخر معارك الحرب الباردة، وهي المعركة التي وصفها الرئيس الأمريكي رونالد ريغان بالمعركة ضد إمبراطورة الشر. كان الشر أيامها سوفيتيا والآن أصبح الشر عربيا أو إسلاميا. بين الدواعي أيضا أن الإقليم راح يشهد أحوال وأهوال حروب أهلية في لبنان والسودان واليمن والجزائر، إلى جانب حربين شاملتين في منطقة الخليج العربي بدأتا باقتتال داخلي بين الأطراف المباشرين ثم حلت النهاية فوق حصار على الجميع فرضته قوى كبرى. وهكذا فإن كثيرين من ذوي الرشد ساورهم ظن أن الصورة الرابعة تلزمها فسحة وقت، من ناحية لأنه في أوقات الاضطراب يكون البطء أسلم من الاندفاع ويكون احتمال ضياع فرصة أكثر أماناً من تحمل المخاطرة، ومن ناحية الثانية لأنه تبدل لكثيرين أن الصورة الرابعة في حاجة إلى وقت تظهر فيه توجهاته، لأن خلفية تلك الصورة كانت من الأصل بعيدة عن أموال السياسة وذلك في ظروفها حكم قانون. وهكذا بدأ الانتظار أدعى للسلام، لكن ما حدث بعد ذلك هو أن الانتظار تحول لسد فجوة إلى طبيعة السياسة كل شيء فيها مؤجل وأي تغيير عليها لا داعي له. فإذا اشتدت المطالبات وزادت الضغوط فإن المسموح به يجيء حلاً وسطاً يكرس الانتظار أكثر مما يسمح بالانطلاق، ومثل ذلك وقع حتى في القضايا الكبرى، بمعنى أن الهوية بدت في عديد من الأحيان ملتبسة، فلا هي وطنية تلزم حدودها ولا هي قومية تحمل مسؤوليتها، ثم أن المرجعية ترددت في خياراتها الاجتماعية، فلا هي مرجعية التنمية الشاملة ولا هي مرجعية المبادرة الفردية. وللإنصاف فقد كانت هناك محاولة للخروج من هذه الحيرة بجهد واضح في مشروعات البنية الأساسية على انتظار أن يجيء فصل الخطاب، وأجيء وأخيراً جاء الترياق بالوصفة الجاهزة لصندوق النقد الدولي. ونفس الشيء تكرر حيال مرجعية السياسة الخليجية، بمعنى أن 99% من أوراق الحل في أزمة الشرق الأوسط ومستقبله باقية في يد الولايات المتحدة، لكن ذلك صاحبه شعور بالحرج من واقع تزايد انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل. وفي موقف الانتظار الذي طال تداخلت الثوابت والمتغيرات، ونسي البعض أن الثوابت هي التي ترسم قواعد الاستراتيجية العليا للدولة، وأن المتغيرات ترسم السياسات الآنية لها. وإذا أصبحت الثوابت متغيرات والمتغيرات ثوابتا فقد غابت الرؤى وغابت المصالح الحيوية للأمة، ومع مثل هذا الخلط في المعايير
يصبح السلام وليس الأمن منطقة استراتيجية، وتصبح مائلة المفاوضات وليس متعبها غاية في حد ذاتها. على أن هذا التدافر والخلط زاد مقداره بسبب طوارئ تزاحمت وأحاطت الشأن المصري. الطرئ الأول أنه نتيجة اعتبارات مختلفة، إن إدارة الموارد الاستراتيجية المصرية في المنطقة تناقص تأثيرها على نحو يستدعي الطلب. فمصر تكتب غالبا أكثر منها مطلوبة، قاصدة أكثر منها مقصودة، وذلك لا يريح. وهنا أين تقصية نقص الفعل بزيادة الكلام لا يحل المشكلة، لأن الأدوار لا تقاس بما يدعيه الطرف عن نفسه، وإنما تقاس بما يعترف به الآخر. والطريق الثاني أن هناك قضية قديمة جديدة ممزوجة بمياه النيل عادت تفرض نفسها بإلحاح متجدد ينضاف إلى قيمتها الأصلية، وتلك هي علاقة مصر بالسودان. وهذه القضية تعرضت لأساليب متعددة في التعامل معها، وبصرف النظر على التفاصيل فإن التطورات في السودان تستدعي نظرا أكثر تركيزا وأوسع فعلا. والطريق الثالث أن هناك صمتا يبدو ثقيلا إزاء خطر زاد وقتل ملاصقا للحدود الوطنية، ينادي بأنه ليس في مقدور مصر بابتزازها القومي أو الدولي أن تقبل على دولها تفوقا في المجالات العسكرية والأمنية والتكنولوجية تحتل به موازين القوى على هذا النحو. فذلك وضع لم تعرفه مصر من قبل على طول تاريخها، وإذا كانت تحتاج إلى فلسفة رغم أن جوارها لإسرائيل حاجة مستجدة، فعليها مراجعة تجارب التاريخ مما كان في أوروبا بين فرنسا وألمانيا، وفي آسيا بين الصين واليابان، وقريبا منها في البحر الأبيض بين تركيا واليابان، ثم تقارب دون عصبية ولا تقفز فوق الواقع ولا تخضع له أن فجوة القوة على حدودها يستحيل قبولها أمر مسلم به، وأن تلك الاستحالة وليس غيرها هي تحدي القرن الجديد. والطارئ الرابع أن إسرائيل بما تقوم به في المنطقة وعلى نطاقها المباشر أو الأوسع لم تعد بعيدة عن ذلك الحلم الذي تصوره مؤسس دولتها ديفيد بيكور، وهو حلم يسعى إلى حصر مصر وراء حدودها مع إطلاق يد إسرائيل في مشرق العالم العربي. ومن سوء الحظ أن مشاهد هذا الحلم المجنون تتوالى على خط الحدود المصرية ذاتها، واصلة إلى قطاع غزة، نافذة إلى قرية رفح المقسومة إلى نصفين بين مصر وفلسطين، ثم لا يستدعي ذلك وقفة لازمة بالضمير على القلب. والطارئ الخامس أنه جرى عدوان متوحش على حرمة المال العام، وفاحش على أمانة النظام المصرفي. وهذا العدوان المستورد أهدر الحقوق واستباح القيم وألحق أشد الضرر في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تأثيره على الضامن الأخلاقي والقانوني لهذا الاقتصاد الوطني ولغيره من شؤون المجتمع. والطريق السادس أن هناك بيانات تشير إلى أن الدورة الثقافية المصرية يتراجع، وذلك مثير للشجب، فقد كان لمصر دائماً حتى بغير العنصر السياسي وأدائه إسهام ثقافي خلاق وملهم لم تشكب أنواره. ومن الحق أن أضيف أن مكتبة الإسكندرية الجديدة تستطيع أن تكون شعاعاً في سماء رمادية عندما تقدر طاقة القنار على اختراق كتلة المعمار. والطالب السابع أن ذلك تزامن في التوقيت مع قضية خلافة تنتظر الحسم، لأن رئاسة الجمهورية الحالية قاربت مدتها الدستورية بعد أربع فترات تناسخت، بدأت في 14 أكتوبر 1981 وتتصل بإذن الله إلى 14 أكتوبر 2005، ولم يعد ممكنا لهذه الفترات بحكم الطبيعة أن تزيد. ومعنى ذلك أن الغد أحد احتمالين، إما صورة خامسة تتكرر بها الصور على نحو ما، أو أنه إذا صدق الوعد والعهد باب مفتوح لتطور صحي تستقيم به الأمور وتستقر الحقوق. وكل تلك طوارئ جادة
لا تعالج برسم الصور ولا بصخب الاحتفالات. وفي محصلة ذلك ومأزاه أن مصر الآن وليس غدا في حاجة إلى رؤية أمينة للهوية، وإلى ساد في المرجعية أصيل، وإلى شرعية تؤسس لزمن يستحيل قبوله امتدادا متكررا لشرعية رجل واحد أو لدعاوى حزب يعتبر نفسه ديمقراطيا بدليل تزاحم الأجنحة داخله وبشاهد تجمعات تظهر على هامشه تحاول إثبات وجودها دون وسيلة لإبراز ذلك إلا نشر صحف يومي أو أسبوعي. ومن المحقق أن الوقت قد حان وزيادة للانتقال إلى الدرجة الأعلى في مراحل الشرعية، أي الشرعية الدستورية والقانونية، لأن مصر بكل ما حققت تجاوزت وينبغي لها أن تتجاوز مرحلة الشرعية الأبوية التقليدية وفق مقولتين، ثم أنها اجتازت كذلك شرعية مرحلة الانتقال وفيها دور الرجل الواحد، وقد جمعت في تلك المرحلة ألبوم صور يكفيه ما فيه ولا يحتاج يقينا إلى الخامسة، خصوصا إذا لم يكن بهذه الخامسة ما يستدعيها من مطالب الثورة أو حتمية الحرب أو مفاجأة الإنسان. وفي تخصيص أو مرجعية واحدة أو فرعية واحدة، وإنما كانت عددا من التجارب أعطت كل منها ما عندها بقدر ما استطاع في حدود تفسيرها للتاريخ والعصر. وقد يمكن القول بأن تلك التجارب علمت وأضافت، وتلك قيمة التجربة. ونقطة ثانية تتعلق بما هي وكائع، ملخصها أن الغد لا يقل ولا يملك أن ينتظر صورة خامسة تزيد على ألبوم الصور السابقة، لأن تحديات زمان جديد لا تحتمل استراتيجية الانتظار وسياسة التأمين. والآن فإن المشاركة في حوار والتوصل جماعة إلى قرار هو القضية الأعظم التي تستحق أن نقصد إليها ونلتقي حولها في السنوات الثلاثة الباقية من فترة رئاسة حاليا، مسلمين أنها قضية لا يحق لأحد حكماً أو حزباً أن يدعي فيها بوصاية أو باحتكار. وربما أن الوقت قد حان للاتفاق على عدد من الشواهد لم يعد ممكناً ولا جائزاً إنكاره. أولها أن مجرد التواجد في الحكم ليس كافياً في حد ذاته لإخفاء الشرعية على أي تنظيم أو نظام. ثانياً أن القعود طول الوقت يتحول إلى حالة من الجمود تهدد مطالب التجدد، سواء في الأفكار أو في السياسات أو في حركة التتابع الأجيال، دون إقرار بأن الاستقرار يتحقق بالتواصل مع الزمن وليس بتكبيس كل شيء على حاله وكل رجل في وظيفته. ثالثاً أن مرجعيات مصر في الداخل والخارج غير واضحة، وعلى الأقل فإنها ليست مسنودة بقواعد مرئية يمكن قياسها وحسابها ومن ثم التعامل معها بأمان. وربما أن هناك ورابعاً أن هناك تناقضاً في الأداء الرسمي بين زهو الكلمة وتواضع الفعل، وهذا التناقض أنتج فجوة مصداقية أوصلت إلى إحباط شبه عام. وخامساً أن أوضاع الإقليم وأوضاع العالم تواجه مصر بما لم يعد في منظورها تأكيده أو تحويل النظر عنه أو الادعاء في شأنه، سواء أمام النفس أو أمام جماهير تجد نفسها باحثة في فضاء آخرين لتعويض فراغ تحسها حولها. وكل تلك أسبابا تستوجب حوارا جادا واسعا عميقا صافيا شفافا خلال السنوات الثلاث الباقية من مدة الرئاسة الحالية، حتى يستطيع الوطن أن يرسم خريطة متجددة لحياته في إطار موضعه ومكانه متناسبة مع أسئلة متغيرة تحركها أشواق للرقي غير محدودة. وتتداعى في هذا السياق ملاحظة جاء موضعها، وذلك أن همساً شاع أخيراً حول اقتراح بتوريث السلطة في مصر. ومن الحق والإنصاف
أن يسجل بأمان واعترافاً بالفضل أن المعنيين بهذا الموضوع مباشرة أبدوا فيه رأياً قاطعاً ومسؤولاً. فقد عرض رئيس الجمهورية في كلمات لا تحتمل التأويل ونبرة حزم لا يظهر عليها تردد نقطتين: الأولى أن مصر بلد يختلف عن غيره من البلدان، فلا هو وطن طائفة أو قبيلة أو عشيرة أو عائلة تلح عليها فكرة توريث السلطة لسبب أو لآخر، والثاني أن النظام الجمهوري بطبيعته وفلسفته لا يعرف توريث السلطة أياً كانت الفكرة. زاد على ذلك أن الوريث الذي تردد اسمه في حديث الخلافة أبدى هو الآخر في هذه المسألة رأياً واضحاً وبيناً، قائلاً بأجلى عبارة أنه لم يفكر ولا يفكر في أي منصب تنفيذي. وذلك كلام يليق بالثلاثة: النظام والرئيس والابن والوطن قبل الثلاثة. وبالرغم من كل ما سبق، فإنه في مناسبة انعقاد المؤتمر الأخير لحزب الحاج عاد اللغط مرة أخرى حول ذات الموضوع. ومع أنني أعرف أن معظم اللغط السياسي في مصر منفلت، فإنه قد يكون مناسباً ومن باب التحرك أن يستعيد الكل ما قاله الأب صريحاً وما نفاه الابن قاطعاً. وأضيف الحق أن كل ما أسمعه عن الابن المعني بالأمر يثني عليه ويشهد له، إلا أن المحاذير في هذا الموضوع ظاهرة وفيها ما يعكس على المستقبل ضلالاً لا هي تنفعه ولا هو يحتاجه. والحقيقة أن التاريخ لا يتواصل ولا يتقدم بالتلكؤ أو بالتزيد، وإنما يتقدم التاريخ ويتجدد بمقدار ما تستطيع الأمم والشعوب أن تحدد من رؤاها وطموحاتها، وبمقدار ما توظف من مواردها ووسائلها، وبمقدار ما تحشد من فكرها وإرادتها، وبمقدار ما تستوعب من حقائق وأدوات عصرها، وبمقدار ما يتوفر لها على طول الطريق من استنارة وعزم في إدارة شؤون حياتها موصولة بزمانها وعالمها. وهنا تزيد الحاجة إلى المشاركة في الحوار والقرار. وإذا كان لأحد أن يعرض في هذا الأمر اتهاما، فلعلي أتجاسى وأقترح أن يكون المنطلق مشروع تصور مستقبلي تطرحه رئاسة الدولة، ويكون من حوله مدار الحوار ومجاله حتى يتوصل إلى هدفه في فسحة وقت التكفير. مشروعاً يقدم تصوراً لشكل وخطوط وإجراءات الانتقال له بأكبر قدر ممكن من التحديد والتفاصيل، حتى لا يفاجأ أحد بأن المواقيت حلت على حين غفلة وأن الضرورات حينئذ تبيح المعروضات. مشروعاً يطرح أسس وأهداف وضمانات يتم على أساسها الانتقال، آخذاً في اعتباره أن المطلوب ليس نقلة من رجل إلى رجل، وإنما من عصر إلى عصر، أي من شرعية مرحلة الانتقال إلى الشرعية الدائمة، وبالتالي من الفرد للدستور ومن الصورة إلى القانون. مشروعاً يستبعد الإحالة للدستور القائم بمقولة أن بنوده فيها ما يتكفل بالمطلوب، لأن نصوص ذلك الدستور فيها من الثغرات أكثر مما فيها من ضمان. مشروع يرسم الطريق ويختار المعلوم، ولا يترك للارتجال ثغرة ينفذ منها المجهود في زمن لا يتحمل العثرات ولا ينتظر المصادفات ولا يقبل مناورة تؤخر جواب كل سؤال إلى الدقيقة الأخيرة من الساعة الأخيرة، ثم تضيع الفرص ومعها حق الاختيار. وبالزيادة على ذلك، مشروعاً يعطي للأمة مثالاً حياً يقدمه وطن من أوطانها تعود طول عمره أن يكون مهد البدايات وراسم الخرائط وكشف الطرق. بقي أخيراً بداية المراجعة. من فضلكم تذكروا أن الأحلام تختلط داخل الغرف المغلقة، كما أن مطلب الديمقراطية لا يدير حواراته ولا يصدر قراراته همساً لا يسمعه الناس. من فضلكم لا تبخلوا على القروض والعقود بفرصة ينفتح فيها الأمل يجدد عزماً ويولد طاقة. من فضلكم لا يعطل أحد أو يعطل بما يكلف غالياً وعزيزاً. من فضلكم لا لزوم لكي يتنازل طلب الحوار إلى جدل مراوغ مستهتر أو مستكبر،
من فضلكم دعوا المستقبل يتحرك بحريه، ودعوا المستقبل يمر الان، ودعوا المستقبل يبدا قبل ان يفوت الاوان. شكرا لكم. وبما أنني لم أكن أعلم موضوع حديثكم الليلة وأنه سيكون عن هموم الوطن، فإنني أستأذنكم في أن أطرح سؤالي وهو عن هموم الأمة كلها. سيدي الأستاذ، سؤال محدد وصغير وصريح، أريد أن أسألك. أنا طوال 15 ساعة في اليوم تقريبا أسمع وأقرأ وأدخل أحيانا، أريد أن أسأل هل ثمة من جدوى من الكلام أو من الكتابة أو من القراءة؟ لا أريدك أن تقول لي الإحباط لا يفيد، والإحباط فوق ذلك مضر، أن أعمل ذلك جيدا، لكن أسأل تحديدا عن الجدوى، هل من جدوى؟ أنا أعتقد أن احنا من واجبنا الاستمرار أن نظل نتكلم وأن نلح وأن نوضح وأن نستنهض هممنا وأن نوقظ واعياً، على أمل إنه هذه الأمة، يعني أنا أعلم كمية التنويم اللي حصلت في هذا البلد وفي غيره في الأمة العربية. يعني أنا عندما أرى إنه العالم كله يتظاهر على سبيل المثال، وفي إنجلترا مظاهرات ضخمة، في أمريكا مظاهرات ضخمة، في كل مكان، فرنسا مظاهرات ضخمة، ألمانيا مظاهرات ضخمة، ثم أجد إنه النهاردة بالتحديد الناس اللي في الجامعة الأمريكية، الأساتذة والشباب اللي حفوا يعملوا مظهر من مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القضية العربية، منعوا وطلب إليهم أن يبقوا في الداخل، بحس بأسف، لكن يبقى قدامنا باستمرار إنه إحنا من واجبنا، وأنا آسف أقول لك إني هقول لك برضه لا تيأس، لأنه ليس لا تملك في بديل آخر، الصمت هو الموت. فأنت عليك أنك تظل تتحدث حتى يسمع صوتك، وتظل تتحدث حتى يؤثر هذا الصوت، وإلا تعمل إيه؟ ما هو نعمل زي سعد زغلول من السنوات، حد قال له عندك تجريد؟ ما فيش تجريد. فالحل الوحيد هو إن كلنا نقدر نتكلم، ما عندناش حل آخر، لكن هذا الكلام ليس ضائعا في الهواء، هذا الكلام واصل إلى أجيال نحن لا نرى، وإلى أناس نحن لا نلتقي بها، وهو يصنع أثر حيث يوجد، وهنا قيمة التطور، وإلا هتعمل إيه؟ أنا آسف، أنا عارف إن يعني نفسي قوي أطلع معاك نتظاهر، لكن هنعمل إيه؟ هل الدول العربية في دون سيادتك مع الحدود ومهددة بفقدان استقلالها؟ خصوصا كمال شاهين صحفي،
هل الدور العربية محضرة في فقدان استقلالها الآن؟ خصوصاً الأمس القوات الأمريكية في قطر خرجت وقضت على الناس في الشوارع وقضت على قوات جيش، وفي مذكرة أصدر حديثاً من مكتبة الكونغرس بتقول إن في اتفاق على المبادئ بين مصر والولايات المتحدة وجيش ليها في أي وقت استخدام القواعد العسكرية في ضرب الياس والبحر الأحمر، على الرغم من إن الرئيس مبارك أوضح الاتفاق في سنة 1994. شكراً. أولاً بالخير لصاحبين مثال. يعني ده مش مكانة صاحبي. يعني أنا خايف إخوانا بيسألوا مش المفروض هم اللي يسألوا عليها، لكن مع ذلك أنت بتقول البلاد العربية فقط، هل البلاد العربية فقط استقلالها؟ شوف أنا عايز أقول لك حاجة وأقولها بصراحة، أنا اللي أنت خايف منه وقع لكنه ليس بهذه البساطة اللي أنت بتصورها. يعني بمعنى إن إحنا العالم فيه أحوال تباهي، العالم في شيء فاض في قوة أصبحت موجودة متحكمة في العالم، وأنت اللحظة الراهنة بتبص تشوف تعمل إيه، لكن ما فيش حاجة ولا ده عشان أي حاجة مختصر، ولا دولة عربية تستطيع في هذه اللحظة أن تزعم أنها مستقلة استقلال كاملا أو استقلال كافيا أو استقلال مضطرب. طيب تحدثتم عن ضرورة التحول من الشرعية الأبوية إلى الشرعية الدستورية، والسؤال هو كيف ما هي الآلية التي ترونها ضرورية لتحقيق هذا التحول في ظل وجود قوة تسند الشرعية الأبوية؟ فلا تكون قوة فاعلة قوي زي تركيا أو الجزائر، لكنها قوة موجودة. إزاي نحاول أن ننتظر المبادرة منهم؟ يعني الشرعية الأبوية لن تأتي وتتنازل وتشركنا وتتفزد وهي معها القوة. إيه المطلوب مننا إحنا وما هي الآلية التي ترونها؟ لو حضرتك فضلت وذكرت أنا قلت إياك كنت بتكلم على إنه مطالبا أو راجيا إنه رئيس الدولة يتقدم بمشروع تصور للتقدم، لأنه فعلا لم يعد جائزا أن أشوف بلاد في إفريقيا وبلاد في كل حتة في آسيا وبلاد في أمريكا اللاتينية بتنتقل بطريقة معقولة. أنا عارف إن إحنا هنخش في نوع من الديمقراطية ليس كاملا وليس سليما، لكن معلش بعتقد إن مرحلة الشرعية الأبوية وصلت لنهايتها، وواقع الأمر إن كل الناس شايفة إن الطريق اللي وصلنا إليه النهاردة بدلت حدود وأصبح لم يعد ممكنا أن تستمر فيه. أنت بتقول إيه الآلية؟ أنا بقول آلية وعرفتها على حضراتكم هنا هي انه يبقى في مشروع لتنظيم الاقتصاد لتنظيم الانتقال، وانه والله نفكر كلنا كيف يمكن ان يتم هذا الانتقال. انا فاكر مره مثلا، يعني انا بتصور ممكن تبقى في المرحله الجايه يبقى في مؤتمر وطني كبير يتجاوز الحزب، التصور ما اعرفش، لكن يبقى في مؤتمر يتجاوز الحزب الوطني وانه رئيس الدوله يعرض عليه تصور واسع لانتقال حقيقي من عصر لعصر وليس من فرد الى فرد، وانه يناقش بطريقه واضحه او على ملأ وعلى مسمع من الناس في اوقات كل حاجه فيها بتقال على انه ما عادش ممكن تخبي حاجه، وانه في الاخر توصل ما عادش ناس توصل ايه، لكن ممكن قوي نلاقي انه ضروري وضع دستور جديد طبيعي. اولا ان انا خايف منه، وانا بقول لك حاجه، احنا قدامنا 3 سنوات لابد ان نتحاور فيها ولا بد ان نقرر فيها على نحو او اخر، واتمنى بعدنا كلنا القوه والجرأه ان احنا نقول والله احنا عاوزين تصور مدروس ومفصل لكيف يمكن ان ننتقل من وضع الى وضع. لكن هي دي الاليه بلدناها، كيف يمكن ان يصل اي بلد ينتقل من وضع الى وضع؟ شفنا احنا مثلا لو شفت في التجربه الامريكيه، ما هو الاباء المؤسسين قعدوا بعد استقلال وقعدوا حطوا مشروع دستور في كل حته في الدنيا، بتيجي حتى في الصور الفرنسويه بتيجي لمرحله بتيجي بتقول الجمهوريه والدستور الى اخره. انا اظن ان احنا تجاوزنا كل الفترات المطلوبه في تجارب الانتقال، واظن انه جاء الوقت انه الامه تبتدي الشعب والامه يتفقوا على مشروع لكيف يمكن تحقق الانتقال، وانه ده يبقى اساس ومبني مبني على تقرير او مبني على بيان او مبني على مشروع تقدمه رئاسه الدوله وهي ناطره التفاصيل. يعني احنا دايما بنقعد عندنا مشكله دائمه
استقرار انك انت تتكلم في اي موضوع فحد يقول لك نهور حالك. نسيل احنا انه لا يستطيع اي طرف ان يتقدم باي حل الا اذا كانت لديه فرصه لمعرفه الحقائق. انا لا اعرف كل الحقائق الموجوده، ما اعرفش ايه السانكشنز، ما اعرفش ايه الحدود اللي ممكن فيها نصل اليها، لكن اعرف انه رئيس رئاسه الدوله تعرف اكثر عن ده الحقائق الدوله. فانا بقول اولا حطوا لنا من فضلكم مشروع، وعايز اقول ان ده ليس لجوءا لرئاسه الدوله، لكن ده ما يحدث في كل بلد متقدم ديمقراطي حتى، لانه باستمرار حتى قيادات احزاب سواء الجمهوريين ديمقراطيين محافظين عمال في كده، رئاسه الحزب تتحسس اللحظه التاريخيه، تتحسس مشاعر الناس، ثم تكون هي التي تتقدم ببرنامج يحولها من حزب الى حكومه، وهي وضع جدول اعمال، ونحن الذين لا نعرف الا قصه الحقيقه او جزء منها نناقشها في الهدوء. لكن انا بتصور ان وسيلتنا الوحيده النهارده هو اننا نحاول ان نرجو ونتمنى ونلح على انه رئاسه الدوله تدينا وباسرع ما يمكن. يعني انا بتصور لو سالتني كيف اتصور الاقتراح اللي بقوله، أنا صغير بقول لك إن أنا بتصور إن في وقت ما إحنا مكملين على عاصفة المنطقة. وإن طالب أي حد يعمل تقرير في هذه اللحظة ويتكلم عن الانتقال أنا عارف إن ده صعب. لكن أنا مستعد أتصور إنه على الخريف القادم لابد أن يدعى على مؤتمر من نوع ما. لابد أن يدعى إلى تجمع شعبي من نوع ما. ثم يكون على رئاسة الدولة أن تتقدم بمشروع التصور للانتقال، لأننا قدام مشكلة حالة. الدستور الحالي انا حضرت انتقالين قبل كده للسلطه، لكن في الانتقالين كان في ما يكفي من على الاقل المراسم اللي تقول لي كيف يمكن ان نتصرف. انا حضرت الانتقال من عبد الناصر الى انور السادات، وكان قدامنا كان في حاجتين، كان في مجموعه من كان في دستور موجود تختلف او تتفق معاه، لكن بينظم حدود معينه وبيرسم اجراءات واضحه، وكان في مجموعه من الناس استطاعت انها تفرض القواعد الموجوده في الدستور. في وقت الرئيس سادات كان بعد انتقال الرئيس سادات للرئيس مبارك كان في عاصفه كبيره، ولكن كان لا يزال دستور سنه 71 موجود، وكان في ذلك الوقت متسق مع الحقيقه. النهارده لما تقول الدستور 71، دستور 71 بيتكلم على ان والله العمل السياسي يقود التحالف هو الشعب العام. مش موجود؟ مش صحيح؟ فاذا هذا الدستور اللي موجود واللي نظم انتقال السلطه من انور السادات الى حسني مبارك لم يعد هذا الدستور على الاقل له قيمه ما كان موجودا وقتها. بيتقال والله انه الدستور بينظم ده. مشكله الدستور الحالي انه افترق او كسر في مواضع كتير منه، ما عاد لم يعد ممكنا لهذا الدستور في اعتقادي ان ينظم مرحله انتقال يطمئن اليه، وبالتالي فنحن امام موعد ضاغط على جميع الناس، وينبغي انه ما حدش يقابله بنص حل، لازم كلنا نحاول نقابله بحلول كامله تكفى الانتقال سلبي، والا هنخش في مشكله لا حدود لها. صح كده؟ لا مش معقول. مصطفى عماره مدرسه جريده التزامات في الاردن. تحدثت مع سيادتكم في مقال في مجال تركي النظر عن موضوع وقفه مع الصديقه الامريكيه. وقلت ان انا يجب ان بالنسبه لمصر ان يكون لها وقفه مع الصديقه الامريكيه. فما هي طبيعه تلك الوقفه؟ وما هي اوراق الضغط التي تملكها مصر على الولايات المتحده في ظل التشظي العربي وغياب دور المؤسسات؟ يعني عارف انا خايف انك انت بتقلل قوي من قدره مصر وبتقلل البلد اللي انت بيه. انا بقول انك انت عندك اوراق ضغط. ان احنا مع الاسف الشديد لا ندرك، انت بتدرك مرات تدرك المحسوس والمادي، فنقول المعروف. لكن لا تدرك القيمه الادبيه لك اذا تكلمت بصوره واضحه وبلغه مفهومه. وقلت والله انه هذا الوضع لا يقيم اوضاع معينه لا تقيم، واني والله هتاخد مواقف ولو حتى بصمت. اظن انت
مش عارف ليه من احنا جايبين هذا الاستضعاف الشديد، لانه الكلام حضرتك بتقوله مؤداه انه اصبح هناك مواد وانه لم يعد هناك امل، وانا ده مش شايفه. لكن انت بتغفل العام المعنوي. انا ببص على الخريطه كلها وشايف كل الامه في حاله ضياع. واذا استطاع الصوت ان يصدر من القاهره الرسميه، من القاهره السياسيه والتاريخيه معا، وقال حاجه لها قيمه، فانا واثق انه كل الناس ممكن تسمع. انا بذكر انه احنا كنا في موقف بعد 67، والامه دخلت في حرب الاستنزاف وبقسوه، وان مصر جت وبعدين جت فلسطين، تعرضوا للموقف في الاردن، وجاء جمال عبد الناصر دعا الى مؤتمر قمه واتقلبت الدنيا، وجاء كل الناس دول. رئيس سادات جاء ونحن في استعداد لحرب ونحن معتمدين على الاتحاد السوفيتي، وجاء وقرر انه اتخذ خطوه وجدها في اطار ما يملكه، وهو لا يملك مصدر سلاح للاتحاد السوفيتي، مصدر سوفيتي، ومع ذلك الراجل وقف وطلع كل خبراء السوفيتي. تتفق او تختلف معاه، لكن هنا ما رسم، وفي من حق كل بلد صغير مهما كان قد كده لديه قدر من الاراده ولو محدوده، وهو يستطيع في اطار هذه الاراده المحدوده ان يحقق نتائج غير محدوده قصاد عن النطاق السياسي والمعنوي. لكن حكايه ان احنا نتصور انه ليس بمقدور حد بيعمل حاجه، انا بقول لا، انا بقول ان مصر في طاقتها لو وقفت مصر واتكلمت بصوت واضح ومسموع، انا بعتقد ان جبت تاثير، جبت تاثير معنوي. السياسه ليست كلها بتحرك جيوش او بتعمل اجراءات بتطرد وبتقطع علاقات الى اخره. السياسه فيها مواقف وفيها ردود تقدر تمارس بها ضغوط معنويه غير يعني انا عايز ان احنا بس بنصعب قوي مهمه السياسه وبنحولها كهنوت. السياسه ليس فيها ذلك الكهنوت اذا كان في اراده. وبعدين ليس بالضروره ان الاراده تتحول لمغامره يعني. ممكن قوي في اشياء كتير قوي تقدر، ناس بتقول مثلا في اسرائيل هنقدر نعمل ايه مع اسرائيل؟ احنا بينا مصر عقدت مع اسرائيل 24، سيبك من اتفاق الترتيب مش عارف انا، لكن مصر عملت مع اسرائيل 28 او 26 اتفاقيه تطبيع، سواء في السياحه او في الثقافه. يا اخي مره كنت احنا الاتفاقيه دي هتيجي مش هنجددها. ليس في اسرائيل انجاز مهم جدا في مجال السلام الا هذا السلام مع مصر. واعتقد انه يوم ما يبان الراي العام الاسرائيلي مش استخفاء عربي، ولكن وقوف عربي معقول عربي يتكلم عليه ويقدر يتصرف في حدود وسائل متاحه له، انا بعتقد انها جبت تاثير كبير جدا. لكن انت البديل، انتوا بتخلوا المهمه صعبه احيانا، لانه اما ان البديل يبقى الدخول في مغامره، وانت صح مش كده؟ انت طبعا تقول لسيد روزا يوسف كان عندها استمرار مثلا شهير قوي، تقول يا طخ ويكسر مخ، مش كده الوسائل، في وسائل ما بين استعمال القوه والخضوع الكامل، في مليون ظل ومليون وسيله. لكن ممكن اتوقع مع الصديق صاحبي ده؟ طب الحمد لله. مش ان انا بتعصب ضد الصحفيين، عادي حموده قاعد قدامي ممكن يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب مصطفى محمد ابراهيم، تخصص زراعه دوليه بجامعه القاهره. الحقيقه حضرتك شكرا جزيلا، اخيرا حضرتك كسرت حاجز الصمت. لا انا لسه ارجوك واضح جدا. اقول لحضرتك شكرا جزيلا، اخيرا حضرتك كسرت حاجز الصمت في مساله توريث السلطه. اه يعني صح، اصحاب الامر انفسهم كسروا الصمت. انا عايز بس عارف يعني فاعل مع كل اطراف. الكلام ده اتقال السنه اللي فاتت والسنه اللي بعدها. وبعدين قبل انا بكسر حاجز الصمت اللي انت حضرتك بتقول عليه، في قبلي رئيس الدوله وقف وقال في اكثر من مره في اكثر من مؤتمر صحفي ان هذا ليس مطروحا وليس ذلك. وانه الرجل نفسه المعني الامر قال والله انا مش برشح.
انا عارف ان بعض الحزب الوطني شاع كلام كتير، انا كنت مسافر طبعا ورجعت وسمعت كلام كتير. انا عارف ان جزء كبير جدا من الانتقال في المحافل مش عارف حاجتين، عارف ان جزء كتير قوي بيتقال مما يقال خطا، وحاجه ثانيه وهو اننا عندنا باستمرار ناس متطوعين بالفتوى فيما لا يعرفه. واللي انا كنت خايف منه الحقيقه، انا ولا بتكلم ولا بتكلم قدامك، ما كنتش خايف لا من الرجل ولا من ابنه، لكن كنت خايف من اساتذه الفتوى لانه عندنا كفاءه. فانا ما كسبتش حاجه الصراحه، لكن اذا كان رايك اني كسبت وانا سعيد بيه، عايز اكسب اي حاجه. اتفضل. وانا اعطيتك والله يعني اسف. أنا أنصح حضرتك على المستوى الإعلامي حتى في قضية مش توريس السلطة، ولكن مسألة تداول السلطة، غياب الرؤية المستقبلية في هذا الأمر الحساس والحيوي. ده اللي أنا أقصده. طب أنا هقول حاجة، أنا معترض على الكلام اللي قال على تداول السلطة. قل لي إذا كان في حزب على سبيل المثال، إذا حصل وقت ماركت تاتشر على سبيل المثال إنها كسبت 3 انتخابات ورا بعض، هل حد يقول لي بمارجت تاتشر ليس لها حق ان تبقى في السلطه لانه لابد من تداول السلطه؟ انا عايز اقول ان تداول السلطه نتيجه للبروسس لعمليه ديمقراطيه، وينبغي ان يكون واضح، لان انا بشوف ناس في الاحزاب المصريه بيقعدوا يقولوا لابد من تداول السلطه. تداول السلطه ينبغي ان يتم وفق معايير معينه، بمعنى ان يكون بيمثل اراده حقيقيه لدى الناس. لكن طب انا بفرض انك انت جيت عملت انتخابات وبفرض الناس جم اختاروا حزب وطني، انتخابات حره والناس اختاروا حزب وطني، يعمل ايه؟ اللي عايز اقوله انه تداول السلطه في حد ذاته مش هو الشعار، لكن الشعار هو تحقيق حق الاختيار، هو ضمانه حق الاختيار. لكن التداول، طب التداول ده يعني كيف تفرض التداول؟ ومعناه ايه؟ هل يجي لي مثلا حزب ما اعرفش في واحد عامل حزب يقول لي والله من حق الدور ده عليا بمنطق التداول؟ في لازم نتكلم عليه هو حق الاختيار وضمانات حق الاختيار وكفاءه حق الاختيار، وما تتوصل اليه اراده شعبيه واضحه هو اللي يقصد، سواء كان قائم او غيره. تاني؟ انا قطعت الكره تاني؟ بس هو حضرتك كان في ملحوظه، يعني هو حضرتك دايما في اللقاءات التلفزيونيه كنت بتركز على الجزئيه، حضرتك بتضع نظريه معينه بناء على الحقائق، وده ظهر مثلا في اللقاء الاخير في دريم واخره. لكن انا بوصله حضرتك في اللقاءات التلفزيونيه بتبقى تطرح بعض الاليات، سواء التي تجب على الحكومات او على الشعوب، بحيث ان حتى المواطن او شاب مثلا مثلي يقدر يكون قصاده بدائل يقدر يفكر فيها سواء اتفق معاها او اختلف. شكرا جزيلا. طيب انا يعني انا مش عارف حضرتك قصدي ايه في الاخر، لكن انا عايز اقول لك ان احنا قدام انتقال وقدام بدايه جديده، وما عندناش دستور ينظم هذه البدايه الجديده، وليس امامنا حل الا ان نتحاور. كلنا بنطرح مقترحات لكن ما حدش عندنا عنده بدائل. لكن كلنا عندنا تصورات وعندنا مقترحات، ونأمل انه عن طريقها نستطيع ان نحقق انتقال معقول. لو سمحت الرحيم، ناصر الدين شريف عطوة، باحث في جامعة القاهرة. ناصر الدين شريف عطوة، باحث في جامعة القاهرة. يعني ارجو ان لا اكون محلقا خارج السر، بعيدا عن العراق ومشكلة العراق وغرب امريكا الاخير. انا بس احب ان حضرتك توضح او تلقي ضوء لماذا هذا الصمت الثقيل على مشكلة السودان؟ ليه السودان جرح ينزف والضغط على هذا الجرح شديد؟ والسودان يبدو وحيدة، يعني ليس ثمة دولة وأي أحد يبدي أي اهتمام بموضوع السودان، بالرغم أنه بوحدة استراتيجي أعتقد أو أعتبر أنه خطير جدا بالنسبة لمصر في ظل هذه الظروف التي تريد أن تبعد مصر عن هذه النقطة الخطيرة. خلاص. انا موضوع السودان بعتقد موضوع السودان اصعب قوي ان يعالج بسؤال بالطريقه دي، لكن موضوع السودان انا مسلم او مش مسلم،
مش مجال نقش من هذا الموضوع حاجة. لكن أنا اعتقادي أننا لم ندرس مشكلة السودان بجد. مشكلة إنه مرات تبقى في قضايا شديدة الأهمية للناس وشديدة الأهمية للشعوب، لكن تداخلها عواطف مشبوبة تمنع مناقشتها بعقل. وبعدين عايز أقول حاجة تانية، إنه بمقدار ما إنه مصر غلطت في السودان، فأنا بعتقد إنه كان في بين إخواننا السودانيين في أخطاء كثيرة جدا. يعني عارف ما حدش يقول إنه أنا عارف العلاقات بين البلدين معقدة جدا، وعارف إنه في مصالح حيوية تربط البلدين بشدة وبطريقة غير قابلة إنها تنفصل. لكنه في هنا مواريث فظيعة، أولها إن أنا بعتقد إن الشعب المصري وإن إحنا هنا لم نعرف ولم ندرس قضية السودان بالعمق الكافي. إحنا بنبص للسودان على إنه ميت النيل، لكن جبل ميت هو صحيح بالنسبة لنا في جزء منه مهم أوي ميت النيل، لكن ميت النيل دي ماشي في بلاد كتير جدا فيها السودان، وهي في الممر السوداني في الحالة السوداني قضية فيها بشر وفيها ناس وعندهم طموحات وعندها مشاكل. أنت معرفش كنت أعرف ولا لا، ليس هناك سودان واحد. أنا مش عايز أخش في تفاصيل كتاب، ولكن هناك على أقل تقدير في أربعة. السودان اللي إحنا شايفينه النهارده هذا السودان تكون بفتوحات محمد علي في جزء منه، وبكشوفات عصر إسماعيل في جزء منه، وبالتوسع الانجليزي في وقت الحكم الثنائي المشترك في جزء منه، وبالتالي بقينا قدام كيان كبير قوي اخذ شكل دوله وسرع عليه حكم الدوله واستحفظ على استقلاله، لكن داخله بالدرجه الاولى قضايا لابد ان يحسمها اصحابها. انت عندك السودان شمال السودان العربي جرافيتيت بينجذب باستمرار نحو مصر، عندك شرق السودان بينجذب باستمرار لشرق افريقيا للصومال واريتريا واثيوبيا، عندك جنوب السودان منجذب باستمرار الى كينيا واوغندا الى اخره، وعندك غرب السودان منجذب باستمرار لتشاد. انت بتتكلم عن مناطق لم تتوحد الا في القرن، لم تدخل مع بعضها الا في القرن ال 19، وبالتالي انت في علاجك لها. يعني انا قابلت ناس كتير جدا مهتمين بموضوع السودان. موضوع السودان داخلته حاجتين، حاجه الاوليه احساس ان هناك مصلحه حيويه، لكن كل مصلحه حيويه ينبغي ان تعزل عن معاطفها وان ينظر اليها بمعايير تعامل حقيقي. الحاجه الثانيه فيما يتعلق بالعاطفه، لابد ان ندرك ان السودان قبل ما يتفاوض معايا في اي شيء او انا اتفاوض معاه لابد ان يتفاوض السودان مع نفسه. وهذا يعني من سوء الحظ ان احنا كل، انا سالت ناس كتير قوي من الناس اللي مهتمين بالسودان. لا يرحمه اخر واحد منهم انا فاكر قوي كان دكتور فرج فوضى الله يرحمه، لانه جاء مره مكتبي ثائر في موضوع السودان. قلت له دكتور فرج انت رحت السودان؟ اي لا. في مسألة مهمة جدا وأنا بعتقد إنه لا يستطيع أن يتكلم عن بلد إلا إما بإنه نستوعب حقائقه وحقيقة دراسة أو رؤية عين. بالنسبة للسودان أنا بعتقد إن إحنا بنتكلم عن السودان ونحن لا نعرف فيما نتكلم، حتى على مستوى صنع القرار مع الأسف الشديد. على مستوى صنع القرار في مصر أنا لا أتصور أو لا يبدو لي بالتصور انه في فهم حقيقي لمشكله السودان. كان في عندنا ناس في مصر فاهمين مشكله السودان بشكل اخر، لكن في ناس ما كلموش. انا بعتقد انه موجود عندك النهارده عشان تكلم في السودان قبل ما تقول جرح السودان وانا بعمل ايه وما بعملش فيه ايه. وانا بعتقد انك لا تستطيع ان تتحدث عن مشكله او مع طرف الا اذا كنت تعرف تماما من اوضاعك. انا في موضوع السودان اقدر اتكلم من الصبح، لكن انا برد نفسي لانه لو دخلنا فيه مش هنخلص طول الليل. لكن موضوع السودان انا بعتقد انه حاول، لكن موضوع السودان انا بختلف مع حضرتك في انه ليس جرحا انا مسؤول عنه. بالعكس انا قيل لهذا البلد اكثر من مره ابعدوا عنها، والاخطاء متبادله من ناحيتين. لكن هنا وانت بتتكلم عليك ان تميز بين ما هو مصلحه بين ما هو عاطفه
تقرر نفسك كيف تتعامل مع المسألتين. بس عاطفة موجودة وهي صحيحة لأن في رابط إنساني خصوصا مع شمال السودان. وبعدين في مصلحة حقيقية، هذه في اعتقاد السودان هو البلد الوحيد اللي يمكن المصالح الحيوية لمصر فيه إنها تدار، ولكنها سوف تدار في أرض القتال فيها صعب جدا والدفاع عنها صعب جدا، ولذلك ينبغي أن تدار بالسياسة وباستمرار. موضوع السودان موضوع في اعتقادي في منتهى الصعوبة، وليس صحيحا بضرح ولا بضرح من أصبيل عنه، لكن هذا احنا سهلنا فيه مع الأسف الشديد، دخلنا فيه، لكن دخلنا فيه بواسطة أطراف من أصحابه. وعلى السودان في اعتقادي أن يتفاوض مع نفسه بالصدق أولا ثم يتفاوض مع الآخرين. أنا آسف، لكن موضوع السودان أصلا موضوع مشحون، أنا عارف قد إيه العواطف اللي فيه، لكن في حقائق في السودان، في حقائق، لأنه أنت قدام أربع سودان، أولها أنك قدام أربع سودانات مختلفة، مختلفة في كل حاجة، مختلفة عرقيا، مختلفة لغة، مختلفة دينا أحيانا. فأنت هنا عاوز تتعامل بطريقة شاملة، بطريقة أظن لازم ذكية وعارفة ومقدرة ومحددة تقدر تتصرف وإلى أي مدى. سؤال أخير. أو طيب كويس بالصحفية. لا خالص. اسمه مهتم. أميرة بارزي. كنت عايزة أسأل حضرتك، كلمت عن الثورة كتير قوي، فكنت عايزة أعرف علما بتعريف الثورة هو حركة شعبية مدعومة بالجيش، والتعريف الانقلاب العسكري هو حركة عسكرية قد تدعم بالشعب، فلماذا يتم تصنيف ما حدث في 23 يوليو 52 على أنه هو ثورة وليس انقلاب عسكري؟ مختلفاً مع حضرتك في التعريف اللي حضرتك حطيتيه للثورة. الثورة أنا في اعتقادي هي تغيير شامل يحققه الناس سواء برضاه، تعريف يعني في الوضع القديم، الوضع اللي كنا موجودين فيه، ما كانش انقلاب عسكري. ما كانش انقلاب عسكري لأنه النظام السابق على هذا الانقلاب كان سقط في الشارع، مع الأسف الشديد. أنت ما فيش حاجة في الدنيا إطلاقاً تيجي بدون نتائج منطقية تؤدي إليها. عندما ينهار النظام والأوضاع والاقتصاد وأشياء كتير أوي توطد بالأرقام، يبقى فيه داعي إلى محاولات إطلاق وإلى محاولات تغيير اتجاه. أنا يعني حضرتك عاوز أستفيد كلام أيدته إن جماهير، أنا ما عنديش مانع، عاوز أيدي جماهير أيدتها الجيش وتتعرف فيه، لكن أنا بدعي إن اللي حصل في 23 يوليو كان أولاً في الدرجة الأولى محاولة إنقاذ لبلد لم تعد فيه قوة تحميل. الوضع كان في البلد قبل الثورة كان فيه عندك ثلاث قوة: السلام والرأي العام العادي يمثله بالدرجة الأولى حسب الوقت، وقوة احتلال البلد. القوتين المصريتين بسبب أو لآخر مع الأسف الشديد تصارعوا مع بعض وواتساب الاثنين صح، الاثنين افلسوا. وانا يعني اكله اول اقول لحضرتك كده، كنا بكتب في هذا الموضوع بالذات، وعشان مهتمين زي حضرتك انا بكتب حاجه اسمها وجهات نظر، وبقول برد على سؤال واحد بالدرجه الاولى: هل كانت ثوره ضروريه؟ وما اقول هنا ضروريه جيش، وده حصل في كل حته. ما تعمليش ارجوكي زي السفير الفرنساوي هنا في يوم من الايام قال لي: والله احنا في فرنسا ما بنعرفش يعني ايه جيش يخش في السياسه، وانه جنرال يبقى رئيس دوله. ففكرت ان عندهم لجوء. اللي عايز اقول امريكا كان عندها ايزنهاور. عايز اقول انه تدخل الجيش في حد ذاته في لحظه قرار هذا يحدث في كل حته وجرى. حصل. بيحصل في اوقات ان كل القوى المدنيه في المجتمع مع الاسف الشديد تعجز عن أداء أدوارها، ويبقى القوة المنظمة الوحيدة القادرة على التغيير أو على فتح الطريق للتغيير هو الجيش. قلت بصراحة أنا لا أدافع عن ده،
وانا يعني انا راجل بالطبيعه راجل لا عسكري ولا عمري كنت عسكري ولا نظامي ولا عمري كنت نظامي، لكن حقيقه انا ضد هذا الحاجات بتاعت عسكري الكلام مش عارف ايه ايده الجيش لا انا عارف الصيغه وعارف انها it sounds very good لانها convincing تبدو شعارات سهله وكده، لكن الواقع الحقيقه اعقد من كده. اللي علينا نقول هل حدث هل ما جرى في 23 ادى الى تغييرات حقيقيه ولا مش؟ هو ده المعيار. لكن الجيش طبعا الجيش جيش بيؤدي امم كتير قوي تلجا للجيش او اماكن فيها الجيش. افتكر ان اللي حصل في الحرب الاهليه في امريكا مثلا انه في جيش والله هو انقذ الجمهوريه، في جيش من ناحيتين ده اتحارب ده اتحارب، وفي النهايه مصير الجمهوريه كان معلق بجيشين. عايز اقول انه هذه الحساسيه لا داعي، لان الجيش اللي انت بتتكلمي عليه ليس حضرتك بتتكلمي عليه له جيش اجنبي ولا له جيش غير. انا افهم انه يقال انه في انقلاب عسكري بقى جد حصل في مصر ولا بعد مش يوم 23 يوم، هذا هو الانقلاب. لكن لما يبقى يوم 23 يوم اللي حصل فيه ما حصل طلع محمد نجيب، انا تصادف انا كنت معاه في الشارع وشفت كيف خرج الناس، لا كان في قوه ولا كان في بوليس ولا كان في قانون، بالعكس ده كان كله ضد القانون وضد، لكن الناس كلها تفهم كيف يمكن ان يفسر هذه الظاهره؟ كيف يمكن ان ما اعترفش بان ده تغيير حقيقي في الحياه المصريه؟ يعني انا حاضر اخر سؤال خالص اشرف راضي باحث متخصص في العلوم السياسيه. لا بالسهل اشرف راضي تفضل. أخشى أن يكون في استبعاد الأستاذ هيكل لبدائل أخرى ترتيب انتقال سلمي للمستقبل صور مشروع تطرحه رئاسة الدولة، أن يكون في هذا الاستبعاد يعبر عن الحقيقة أنه لم تعد هناك لا قوة سياسية قادرة ولا قوة فكرية مؤهلة لأن تتولى مبادرة على الأقل تكون بديلا في حالة عدم تقدم رئاسة الدولة مثل هذا المشروع السلمي الانتقال للمستقبل. فاذا لم يكن هل البديل هو العنف انتقال العنيف للسلطه للمستقبل؟ النقطه الاخرى انا في هذه الاونه انا احب اعرف موقف سيادتك من مساله تدخل القوى الخارجيه للضغوط من اجل احداث اصلاحات سياسيه في مجتمعات من بينها الدول العربيه. شكرا. أول حاجة أنا ما لم أستبعد بدائل. أنا حاولت قدر ما يمكن وأنا عايز أقول لك حاجة، أنا خايف على هذا البلد، أكثر حاجة أنا خايف منها هو سيناريو الفوضى. لأنه في غياب قوة منظمة في هذا المجتمع أنا قلق جدا من سيناريو إنه يبقى في فوضى. وبالتالي فأنا بحط عيني باستمرار على بديل أستطيع أن أطمئن به. لأنه أنا أعلم أن بلدان أمان دامي بلد عربي زي الجزائر فرق، هناك بلدان يمكن ان تفرق في هذا الوضع اللي احنا فيه. ولذلك فانا بحثي الدائم هو عن وسيله تجنبني الانتقال بعيدا عن سيناريو القرار. فاذا وجدت حضرتك بديل اخر يضمن الانتقال وهو ليس خارج الوضع الحالي اديني عنوان، لانه احنا فعلا في حاجه الى ما حدش يقول لي انا استنى المجهود، ما حدش يقول لي ان انا هتجاوز الحقيقه فيما هو قائم. انا يعني انا لا عاوز ثورات ولا عاوز انقلابات ولا عاوز ولا الزمن زمن حاجات كلها، لكن زمن النهارده زمن جماهير تستطيع ان تعي وتستطيع ان تضغط وتستطيع ان تجعل قيادتها تنصت اليها وترفض احترامها. لكن انا لا ارى بديل للانتقال الا عن طريق ما هو قائم وما اراه، فاذا كان هناك شيء لا اراه فحضرتك دلنا عليه. الحاجه الثانيه الضغوط الموجوده انا عايز اقول لا يمكن لاي طرف ان يفرض على اي طرف اخر لمصلحه هذا الطرف من موقع خارجي. انا عارف الامريكان بيتكلموا النهارده بيقولوا انهم والله هم داخلين يفرضوا ديمقراطيه، وانا شايف نوع الديمقراطيه اللي ممكن يفرضوها، ولا اعتقد ان هو ده
الحل بالنسبة لنا، لكن بعرف أنه على طول التاريخ كل القوى الهاجرة حاولت أن تجد غطاء للمصالح التي تتوخاها وللمطالب التي تريد أن تفرضها مستعيرة لها شكل مبادئ وشكل شعارات. أمريكان داخلين على سبيل المثال بيدوا أمل للشعوب إن إحنا سوف ندخل سوف نساعد وسوف نفرض قيم ديمقراطية، وهم مش هيعملوا كده، لكن هم بيستخدموا يعني العالم الثالث وصل مع الأسف الشديد إلى حالة من الترهل وحالة من يعني، لكن وكلنا بنحاول نوقف حاجة، لكن الأمريكان أيضا بيستعملوا السلاح التلويح بإنه فرض الإصلاح بدل من مجيء بالداخل كمجرد ورقة ابتزاز وليس حقيقي، وإنما هو حق يردي باطل. فأنا يعني حتى في اللي أنا بقوله وأنا بحكلم على الانتقال وضرورة انتقال سلمي إلى مرحلة أخرى، إلى شرعية أخرى، إلى شرعية مؤسسة، إلى شرعية باقية، فأنا في ده تحاول إنه نسد أبواب الذرائع كلها حتى لا يجيء أحد ولسبب معين آخر ولتطويعك في ميدان آخر يجي يكلمك عن الديمقراطية وحقوق الإنسان زي ما أنا شايفك. يعني ما أنا ما أقدرش أخذ حقوق الإنسان حد يكلمني عن حقوق الإنسان اللي حصلت في مصر في العالم العربي ولا عارف هي إيه، عارف هو جربتها مرة يعني جربتها في مزرعة الكرة يعني، لكن في مزرعة الكرة ده سكة مش مزرعة، ما حدش يقول إنه لا بس تسيب لي اللي حصل في أمريكا اللاتينية وتسيب لي اللي جاري اللي حصل النهارده حتى في أمريكا ذات على الأجانب مش على الأمريكان، وبعدين تيجي تقول لي أنا هفرض على مصر ولا على سوريا، لكن أنا عارف إنه هذه عملية إعداد لحملات من نوع آخر، حملات تهديد ولكنها تحمل شعارات تبدو ترغيب وتبدو براقة كده، لكن الهدف منها ليس صحيح عن الإصلاح. شكرا جدا جدا، نشكر حضرتك على اللقاء الشيق ده، وبنتمنى انك ترجع لنا لان في اسئله كتير قوي يا استاذ زيد، يعني مش معقوله كده هنسيبهم من غير سؤال.